على فيك أستاذ. هيدا الكويه فيك تعتبره مثل بيتك. الله يخليك. عزفت على أقسام الكويه بس يلا بدنا نحكي شوي عن الأنظمة. نحن عاملين نوع من الأنظمة ونحافظ على الأخلاق والآداب العامة. طبعاً. هو مختلط أنت مش عارف. عارف انه فيها شباب وبنات هاي الفويه؟ اه والله؟ اه اكيد. فمشان هيك اضطرينا نعمل نظام مثل كيف بدي لك جزوات. يعني هلا من هون وبالرايح منطقة الشباب فيك تتصرف فيها مثل ما بدك تروح وتيجي وكذا. بس انتبهنا منيح من هون هذا الزيح على الارض هيك وبالرايح لورا هون صارت منطقة البنات. ممنوع منعا استاذ بس عم بحكي معك. ممنوع منعا بثا انه نشوف اجرك دعست هالمنطقة وبالرايح. ايه اذا شي مره حدا بيلقطك انك هون جوا اول مره جزا يعني $60 اذا دعست جوا اذا دعست جوا $60 دغري على حالك هلا ثاني مره تدفع $120 يا ويلي ثالث مره $225 بونجور مسيو نعيم بونجور كيفك كيف انت هاي 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 عم استاذ عم بحكي معك هيدي عندك هون؟ ايه هي من الفويه هون شرفك ايه كلهم هيك؟ نوعا ما في طيب طيب ما في شي طريقة مثلا الواحد يقدر يعمل مثلا ابونمون على 3 اشهر يصير فيه يفوت عند البنات شي سعر مثلا كيف يعني؟ ما اذا كلهم هالنوعيه انا بدفع